Alors, il est bien passé dimanche? Oui, comme d'habitude. J'ai fait ma chaise, je lavais le linge, après je me couche. J'ai fait un peu de promenade, je me couchais pour venir travailler. Allez les gars, au boulot! Pensez des vacances au pays. Oh, bien. C'est un mois de vacances seulement pour 3 ans de boulot. C'est pas assez. Et puis, la gosse, elle a grandi comme ça. Puis, Bagdad, j'ai fait un autre petit encore à ma femme. Encore 3 ans de boulot. Pour un mois de vacances seulement. C'est pas assez. Moi, je rentre chez moi. Je fais 2 gosses à ma femme. 2 gosses. 2 gosses en même temps. En même temps. Toi, tu es fort là. Tu es le plus fort là. Non, viens, dis donc. Thank you.
l'aéroport. Dans notre temps. Hé, négro. Je m'appelle pas négro. Et comment tu t'appelles alors? Je m'appelle Léopold. C'est pas africain ça. Qu'est-ce qu'il fout là? Il m'a demandé de lui donner un coup de main. Écoute bien ça, négro. T'es payé pour faire un seul travail. Ta place c'est là-bas. Allez, fous-moi le camp. ما يكون لا هو بصح هو الطاكسي علاش ما غاديش يسمى اخويا. واش راك عامل لاباس؟ واش راك بابا وشخير؟ لاباس. اهلا بعمي. واش راك؟ يا سلامتك يا وليدي. واش راك عامل؟ واش خبارك؟ واش حالك اللي راهو من هنا؟ لاباس يطول عمرك لاباس. الحمد لله على الطاعة واللي زيد بخير وعلى خير يا وليدي. اهلا. الحمد لله. اهلا بخير. هذه الفريسات كامل ليك. فرنسا راهي مليحة يا. Thank you.
شاء الله ربي يحفظ لنا اولادنا اللي بقوا تم ويردهم لنا بخير وعلى خير. امين يا رب العالمين. امين يا يا سيدي انت ما تسلمش على اولادك ولا واش؟ قلت وليدي قدوره، قلت له امك تحبوا تشوفوا قبل ما تموت. دخلت الزهره حوست عليه في كل مضرب، سقسيت الناس اللي كانوا يخدموا معاه، رحت القهوه وين كان يريح نعت صورته، لكن هذا 5 سنين من اللي غاب حتى واحد ما زاد شافه. هذا الكار استناه، قد ويجي قد ويجي. ربي يكون معها ويعطيها الصبر ان شاء الله. هيا سيدي روحوا روحوا، هيا الجماعه راهم متقلقين باش يشوفوك. هيا سيدي. وين درتي الدور ابني؟ راحي. وين راح؟ بالك يديني منا في فمك ها؟ او في فمي. نلعب. فوقش هادو كامل، عندك شي حاجة خصاتك غدوة نديك المدينة ونشري لك. ها؟ إيه. وهاتي ليا. لا لا بنتي هادي كبيرة عليك بزاف. هاديك هاديك جبتها ليمك.
سالو يا. Spaghetti. Oui. Un camembert. Un camembert. Voilà. Ce sera tout pour monsieur. Voilà, monsieur, merci. Comme d'habitude, pour un pot-au-feu. Alors 7,50, 8 et 2, 5, merci. Au revoir, monsieur.
خير خاوة، كاش واحد عنده خبر على قسنطيني؟ واش ما على بالكش؟ على بالي واش؟ خبرو خبرو يا ربح. على حساب ما قال لي وليد عمو صاب خدمة بواحد الشركة تاع التراكتورات. خلاص ما يزيدش يرجع. راه يخلص مليح. على حساب البلاد. لا ريانسيرسيون. فهموا يا ابراهيم. فهموا شحال حبوا يخلصوك في البلاد. أربعة فراك. وما السكنة حتى لقيتو ما يعطيولكش. شكون اللي قالك؟ وين على بالك؟ شحال عندك انت وما رجعش البلاد؟ عندي بزاف ما راحش البلاد لكن استخبر. انا بالي بكل شيء اللي صاير. نعرف كل شيء. صح يا العالم. يا وراك تضرب في الريح بهروة وما راك فاهم فيها حتى بونتو. البلاد راهي ماشيه وتتبدل. هذا الشيء ما تقدرش تعرفه خاطر عندك سنين ما رجعش. إذا أنا نضرب الريح بالهراوة، أنت راك تخرط. واقيلا تسمع الراديو بزاف. إذا تم الواش يقول الراديو، بلدنا خير من الماريكان، وما فرنسا، يا حصراه وين خليناها؟ أنا اللي تبعنا عقليتك حتى حنا كي رانا نقرا واش يقولوا بعض الجرايد، بلدنا ما فيها حتى شيء. الناس كامل تموت بالهم. أنا أقول لكم إبراهيم، البارح قصرنا مع واحد الطبيب. يا اخي الطبيب ماشي حمار كيما احنا. ايه ولا لا؟ حاجاك. عيني حفوه من الكتب وراسه تفرطس من القرايه. تا واش قال لنا؟ عنده 30 مليون ويحوس على واحد ويتفاهم معاه باش يبدلهم ويجي يقعد هنا. ايوا خمم مليح. إذا القارين اللي عندهم المال حابين يهربوا من البلاد، الاخرين اللي كيما حنا لو كان ما تقولهمش ارمي تمشاوش، كيفاش راهي حالتهم؟ جاوبوني. انا اقدر نجاوبك. الطبيب اللي راك تهضر عليه اذا كان عيني احفاو في الكتب مخو ما سجل والو، ولا راهم هذوك الناس اللي يحسبوا روحهم غير هما الفاهمين والاخرين الكل حمير. وكي راك تحوس تفهم واش راح يجي يعمل هنايا؟ يداوي الفرنساويين؟ سالك ما غادور، هما ما عندوش اطباء. ويدا في البلاد ما يخلصوش مليح. ايوا شحال يعطوا مليون في الشهر، والاخرين يموتوا بالهم. هيدا هكذا ما يسحقوش. هما ميتين ميتين، بالمرض ولا بالهم، ياسير ما يسحقوش طبيب. ايوا يعطيك الصحة راك سمتها. حتى ذاك الطبيب فهم نفس الشيء كي انت. قال هما ميتين ميتين ما يستحقونيش جا. تضحك يا راني نشوف فيك حد تسبخها. مالا كل حاجة تنعمل في البلاد ما عطاوهاش. شفت هذا ما تعرفه اللي يهضر الحق يا اللي حب يسبخها. هذه هي قال لك اللي يحب يقتل كلبو يتهمو بلي مكلوب هكذا. ها ودرك يسبخها والى نزوقها واش رايح نربح؟ واش رايح يعطيولي؟ انا خدام خدام نايض على 5 نتاع الصباح ولا باس. هي بدات خدام خدام اللهم في بلادي بين عائلتي واحبابي. راح يطير قدامك حتى واحد ما منعك. راح واش راك تسلده؟ انت تقدر تسلكها بالبراته نتاعك وعايتك تسكن في مدينه. انا الفيلاج نتاعنا في طرف الدنيا راهو الفوق جا في راس الجبل. تطريق ما كانش، واش تحب نروح نعمل؟ راح تفلح؟ ياك راهم غير يبنيو في القرية الفلاحية، يعطيوك دار قطعة نتاع الأرض، وأنت ما عليك غير تقشط على دراعتيك، ولا وشنو؟ حبيتهم يعطيوك دار وأرض وشهرية، وأنت تروح تشري بندير بدا تقبل وتغني والقلب يطلع وحده. تكلتك اللي يعطيوك دار، أطمع أطمع. وعلاش الار كاين بزاف اللي عطاو لهم وفلحوا وجابوا اكثر من مليون ربح. ماذا بيا نشوف هذوك الدراهم اذا يتصرفوا. وعلاش ما يتصرفوش؟ ادي 50 دينار واحبط البارباس وتشوف شحال يعطوك فيها. وانت راح تشري خضره من باريس. كاين اللي كل اسبوع يجوا يعملوا المارشي نتاعهم هنا. انت حبيت تعمل كيما هما. ايه
واش تعير روحك كل اسبوع؟ ياك راك مليح انا. تحب يطير هاني، اني فاهمك. او قدام الناس. اجبر لي خدمه على حسابي وزوج بيوت، وغدوه نروح نشري البي ونزيد نشري لك حتى البي نتاعك. ايه الخدمه والسكنه وزيد واش اخر؟ وكي توصل يلاقيوك بالطبل والبندير. والله غير صح عملوها، اللي راحوا العام اللي فات قالوها. قال لك غير تنزل من الطياره تسمع البندير والقلال. شفت كيفاش؟ وانت تقطع وتقول وزيد تقول بلي بلادنا ماشي مليحه. يا ابراهيم بعدها نتحماو عليه في زوج. لا لا غير تحماو، فيكم غير الهضره ولسان طويل. هاي الطريق مفتوحه، واش راكم تسناو؟ ما راهمش رابطينكم بالسناس. انا الى حب ربي. غير ناخذ البونسيون تاع هاد العايم نسهل. دروك نشوفكم انت وهذا اللي يحلفوا مو بزاف. انا بركات. زوج مرات وانا نقطع. ثلاث سنين وانا من شانتي لشانتي. كمل هذا العام. اللي زادوا حكموا العام ما جي هنا على بالك. يعملوا فيه واش يحبوا. والله ما ناكل حتى التراب. ابقى غير انت هنايا. ما علينا نعرفك شويه مقلق. كاش نهار دار معك شي واحد وما تعشي غير في الطياره. الوقت باش تاخذ الفاليزه ما يخليهولكش. ابقى انت هنايا. في نهار سي محمد في الشاطي وفي الليل زبيده في الكوزينه. اضحكوا اضحكوا، اي طريق قدامكم. تعرف علاش راهم يهضروا هكذا؟ كي لا تقريب تسهل. حسوا بها تنغص فيهم هذا ما كان. نروح ننعش. هيا ابو احمد هيا. هيا ما نقصش زعفتوني، نروح ننعش. هيا ما تزعفش. هذا باش انت اللي تنوض في بلاصتي. وغدوة انت ما تنساش باللي راك قربي. ماشي حق عليكم تنوموا الناس محمد. ها انا خالف شو برك طلعت البيت عنده تسيبو حاكم تصويرات على جزء يشوف فيها. هذا الحق يا اخويا الوحش. هذا راك مسهل فيها. اذا حب ربي موتوا للبير بقيرة نعيجاد باش نقوة الدراري وانا مهني. ان شاء الله ان شاء الله انتوا متسابقين وحنا من لاحقين. سمحوا لي انا نروح الريح. قاع نروحوا عمي ربح. هيا بقوا على خير. بقوا على خير. الصحراء يا محلاها حسن جمالها بهاها. بنت الصحراء يا محلاها حسن جمالها بهاها. بنت العربية مغلاها يا سمر زينك فتان. بنت العربية مغلاها يا سمر زينك. شوف شوف الناس راهم ياكلوا في الكرام. حب ربي في هذا الخريف ناكلوا الكرموس. صايا يا محمد قريب يخرج الكرموس. ان شاء الله ان شاء الله يا وليدي. نروح نقول ليما. you
تاعي يجلس بوغ. ميرسي يا شيخ. اي جام شيخ. جام ابو توتو. جام ابو توتو. جام ابو توتو. السلام عليكم. السلام. السلام. واش راك عيان؟ ريح شرب خير. يا با نروح نغسل ونبدل الحوايج. شو اسمه؟ حميد ما شفتوش. كيما وايدو. عم الكونسي مرادي. خليه بزيد يروح يحوس في المخرج. حوس عليه ونشطه ورده. راني معول نعطيها واحد الرقدة 48 ساعة وانا مكسل. واش كاش خبر جديد؟ بدك بريا. ايه بدك. اسمع حامد. اشنو درك انت ما تستعقلش شوية؟ كل يوم كيف كيف؟ دايم كونجي مالادي. راهم يحوزوك من خدمتك. ديابلك ربي. ماذا بهم علينا؟ ويسيبوا اللي قبلوا لهم خدمة كيما اللي رانا نخدموا فيها. بربعة فرنك يظلوا يحرفوا علينا كالحمير. شهرين خدمة وشهر راحة. كم صوني كيت يا خويا. واش حاب نقول لك؟ راك كبير وتعرف صلاحك. اقرا اقرا. شبرية هذه جريدة. راهم يقولوا لك باللي البرية اللي بعثتها لهم راهي وصلتهم. وصلتهم خير وعلى خير. وفرحوا بها بزاف لما عرفوا راك جاي. خصوصا الاولاد اللي دايما يسقسوا عليك. وقتاش يجي بابانا؟ واش من الشهر؟ واش من النهار؟ راك تعرف باللي الاولاد هذي 4 سنين ما شافوكش. راهم يقولوا لك باللي راهم فتلوا الطعام ويبسوه. وراهم يوجدوا في الكاتو باش النهار اللي تدخل يديروا له حفله دردبه. واش تعرضنا الخضر؟ هاي هاي ماكش راجل. لا فيها ساعة مانيش راجل. ما تخرش عليا يا الخضر. شفت كيف رنديت؟ كمل كمل. راهم يقولوا لك يا سيدي باللي الشجر اللي غرستهم راهم كبروا. لو كان تشوف وليدك عمار كيفاش تهلا فيهم هذا 4 سنين. زرب عليهم ويظل يسقي وينقش فيهم. بالنسبة لي مثل اليوم اللي ترجع فيه. نهار اللي رحت باش نصبرو قلت له بلي ترجع النهار اللي يكبر الشجر ويعطيه الكرموس. من هذاك الوقت هو كل عام يستنى في الكرموس. العام اللي فات وليد عمك حسين قالوا بالك هذا العام يكون الكرموس. وفي الخريف عمار رجع كل يوم يعس فيهم. نهار كامل هو قدامه. فات الخريف وجات الشتاء. الكرم طيح الوقت نتاعو وما كان حتى شيء. هكذا عمار رجع مقلق وحيران شحال وانا معاه باش صبرته. وهاد الايام عمي احمد قالو بلي بلا شك هاد العام الكرم يعطيو الكرموس. جاي يجري عندي وخبرني. انا تاني راني فرحانه الحمد لله. هادي 4 سنين وانا نكابر ونزاحف. ما
خالتك زهرة سمعت بيك راك جاي، راهي تجي تشوفني دايما، وراهي تقول لك كاش ما عندك خبر على وليدها قدور. الله يحسن عونها. معنا ما نزيد نقول لك، ان شاء الله نتلاقوا عن قريب. راهم يبعثوا لك السلام ولادك كل واحد باسمه. راهم سلم عليك وليد عمك الحسين، وعندك سلام من عند يما ومن عند الحاجة عيشة وبنتها ومن عند عمي أحمد وسي سليمان وخالتي الزهرة ومن عند سي عبد الله الحوانتي والشيخ محمود وإبراهيم ولد عبد القادر قدور ولد عمي أحمد ورابح ولد سي سليمان الكعواد. نطلب ربي يحفظك وترجعك خير وعلى خير، وعندك كذلك سلام من عند اللي كتب بهذه الحروف السي محمود ولد سي احمد زوجتك فاطمه. بارك الله فيك يا سي حميد. بارك الله فيك. يسير بها تيكي مترو بيان تدخل بها للسينما؟ ها راك ربحت حسن، ولا تحب تخلص؟ عندي في البنكة كارني معمر غير بالحسنات، لكن عمرهم ما بعثوا لي وقالوا لي روح نصرفوهم لك. واش تخدم غدوة؟ غدوة وحتى نهار السبت. حلوة شوية على روحك. الدراهم اللي طميتهم تصرفهم في شهر وترجع. هادي غير نحيا من بالك، والله ما نعاون نرجع يا لو كان نعرف نقعد في الجزائر نطلب. هات بعدها. سلام يا حميد. راك في حق اليوم، مش ما وين راك رايح؟
واش تجي معايا؟ وي نروحو نشطو. لا ما يهمنيش. هيا روح 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 بعدني روح. انت ما تبدلش يا الخضر، ارجع ارجع للبلاد خير لك، ما جوا ما بزاف. انت ما راكش ناوي ترجع كشي نهار؟ هبلت واش حبيت اللي عملته؟ نمد بزاف. ها شوف، خليني نتاع شويه نزهى مع راسي، نضربها ب 16 والنهار اللي نكره ذاك الوقت ندخل البلاد. هيا روح على خير. في الامان. Uniquement la jouissance. Monsieur, la vie sans programme, uniquement la jouissance. Monsieur, la vie sans programme, uniquement la jouissance. Thank you.
Attention, attention. Lisez l'appel du PC. La vie sans programme, madame. Uniquement la jouissance. Monsieur, la vie sans programme. لا واش تفتلات ولا عجوزة وانت على بالك راح تسلك حد المجي انت اللي تعرضنا قبل ما تروح اذا حبيت علاش لا يا سيدي نديرو لها معها اتاي ونديرو تجربه نديرو المعرف اني نعرض وليد عمي الا حبيت عمي عرض الباتيمون كامل الا حبيت فاش غير وليد عمك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله you
حتى تبقى هنا وما تخرج. نروح البالي نضرب دورة. هيا تجي معايا. انا رايح الريح. بقى على خير. سلامة. شوف لي ميناج. حبيت تكتب بريا خطي كتبها لك بالقافية كي تلحق ويقراوها كي اللي راك تما. باترون ماتيريال دو ترافاي سيل فو بلي. مقفزه علاش؟ بهدلونا. هاي هاي شوف ماشي خير لوكس. قلت لي لمن تكتب هاد مرتك كيفاش تسميها مرتك؟ عيالي واسمها فاطمة. كتب لها ستيلو خضر لو فير لا كولور دو ليسبيرونس. سلام.
اسمح لي كاش تقول لها كي تكون معاها كاش تسميها كاش تهضر معاها فاطمة فاطمة قول لها وما يا عزتي فاطمة راك بعيد عليها هاي يا عزيزتي فاطمة قول لها بلي رسالة انت حراي لحقتني وراني فرحان بزاف بزاف الرسالة اسمع بلا الرسالة تاعك راضي لحقتني ولا وصلتني ايه وراني فرحان بزاف بزاف اللي راهم بخير وعلى خير وراني فرحان بزاف بزاف فرحان بزاف بزاف اكتب بزاف بزاف معليش بزاف بزاف ومن على 15 يوم نكون معاهم في البلاد صافي ومن على أغيكا من على 15 يوم نكون معاكم في البلاد قول لها بلي راني خديت البيت ديال لافيون خذيت بيت تاع لافيون خاطر كاين بزاف الناس اللي راهم رايحين وقول لها إذا خصت كاش حاجة يبعثوا لي بالخط هيلة بارك الله فيك يا بابا غيكا سيما كيفاش واش راح تواجه يا رجل خلي انا معليش شوف ما تروح زوج شغلي بدك اعطيك حوايج تدي من العزوج ان شاء الله شوف ما لا نار الحضره اللي ندوز لك ونتعشاو مع بعض برك لا مره اخرى اللي عيان وروح أهلا صحة هاي هاي بسلامة على خير شحال عندنا هنا ما نقولش على خير العلم لا بسلامة مش نشرب لا تيريتي بعد حويت الدار حويت الولاد صغار وخدمتها بتيجي تجيب ما قلت هذا T'as vu un négro qui faisait le marathon, là? Hein? Eh ben, je te parle! T'as perdu ta langue ou quoi? Non, c'est pas vrai, dis donc. Mais c'est un bic! Ah, le sale nègre, dis donc! Il a filé, il sautait comme un kangourou! T'en fais pas. On en a un autre. On va te faire ta fête. Ça t'apprendra à venir nous faire chier ici. Hé,
يا رحمة 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 يا رحمة